اللي صمم تيرمينال 2 في مطار القاهرة الدولي. حضرتك وانت بتصمم المطار وربنا مدي لك واسع وارض بالهبل وصحرة حواليك يمين وشمال، حبك تعمل الصالتين قدام بعض؟ وحبك تعمل الباركينج اريا بعيد قوي؟ ولا انت ما فكرتش في الباركينج اريا، الناس اللي هتيجي توصل حد، ولا الناس اللي هتيجي تستقبل حد وتاخده بشنطه هتروح بيه فين؟ شيء عجيب جدا، والمطار تصميمه غريب جدا، تحس ان هو قافل على بعضه، ناقصه شويه محلات ودكاكين في النص ويبقى شارع زي الشانزليزيه مليان محلات. ده مش شكل مطار، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، السؤال المهم واللي يعني كل الناس بتفكر فيه حضراتكم، اي مطار في العالم في صاله وفي بوابات جوه الصاله بيخشوا منها الناس تسافر او تطلع منها الناس. انتوا عاملين الصاله، ما بتدخلوناش ليه الصاله؟ هل يعني قلقانين ان احنا نوسخ المطار؟ هل قلقانين من تصرفاتنا جوه المطار؟ ولا هيقولوا لي دي اجراءات امن؟ احنا في مصر بلد الامن والامان، يعني ايه الناس تقف ملطوعه في الشارع بره ممنوع تدخل حتى الصاله الهو الواسعه دي كلها اللي في كل المطارات عشان تستنى قرايبها وحبايبها اللي راجعين وموقفينهم في الشارع بره؟ والاكاده بقى ان ما ينفعش حتى تقف في الشارع. انت يا استاذ عدي الشارع، روح اقف الناحيه الثانيه من الرصيف، نقف في الشمس؟ يقول لك عاملين لكم تندة. طب انا هشوف الناس منين والعربيات والاتوبيسات بتركن قدام الصاله؟ ايه البهدله دي وايه الاهانه دي اللي بنتهانها واحنا واقفين عشان نستقبل الناس في المطار؟ ما الصاله معموله، ما نخش نقف جوه الصاله زي كل مطارات العالم. كل مطارات العالم تخرج تلاقي الناس واقفه رافعه اليوفط جوه الصاله جوه في التكييف مستنيه الناس، مش واقفه في الشارع بره الوقفه المهينه اللي بالشكل ده. تخرج تلاقي قدامك صف التاكسيات واقف، والكشك بتاع التاكسيات اللي بتحجز من عنده التاكسي عشان تمشي. بتعدي الشارع بالترولي بتاعك والشارع صغير جدا، بتلاقي باركينج اريا قدامك كل الناس بتخش تاخد عربياتها. بتنزل باسانسير بتلاقي بتوع ايجار العربيات تحت، وضع طبيعي في كل مطارات العالم. احنا مش هنخترع العجله. انا عايز افهم اللي صمم المطار ده صممه ازاي، واللي وافق على التصميم ده وافق عليه ازاي، والمعامله اللي بنتعاملها كمصريين في بلدنا واحنا واقفين قدام صالة الوصول عشان ننتظر قرايبنا وحبايبنا واهلنا، ووقفتنا في الشارع دي وركنتنا الناحية التانية دي، والإهانة دي ليه وفي شرع مين؟ شكراً.